ترقية علاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا في كل المجالات هي المحور الرئيسي الذي دار حوله اللقاء الذي خص به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين. وبين الجزائر وموريتانيا علاقات ثنائية هي في صدد الانطلاقة جديدة في المستقبل القريب. وأكد الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين أن العلاقات بين الجزائر ونواكشوط علاقات جوار ممتازة ستعرف المزيد من الديناميكية والنجاعة مستقبلا. كما أشاد الوزير الأول الموريتاني بدور الجزائر التي ما فتئت تقف إلى جانب موريتانيا، وأكد من جهة أخرى أن التحديات التي تواجه البلدين خاصة في المجال الأمني تتطلب علاقات ثنائية قوية. شرفني فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمقابلته، وقد نقلت إليه رسالة أخوة والصداقة من أخيه الرئيس محمد بن عبد العزيز، والذي يبلغه بأنه يتمنى له وللشعب الجزائري العافية والازدهار والتنمية. كما أبلغت سيادته حرص رئيس الجمهورية الموريتانية السيد محمد بن عبد العزيز على توطيد العلاقات الجزائرية الموريتانية، وعلى أن نصعد بها من جديد إلى يعني قفزة نوعية من خلال هذا الاجتماع اليوم اللي وقعنا فيه على كثير من الاتفاقيات التي تعني كثير من المجالات كالصحة والصيد والأمن والتجارة والعدل. وقد استبعت من رئيس الجمهورية بتوجيهات ونصائح سديدة، وإن شاء الله سنطبقها، كما أنه أيضا حملني فخامته برسالة ودية لأخيه محمد بن عبد العزيز. شكرا.